بركاته. اتفضل يا فندم. معاك علاء الشرقاوي، محامي احد ضحايا مذبحه بورسعيد. يا فندم اتفضل يا استاذ علاء، اهلا وسهلا. انا شاكر لحضرتك وقفتك اللي مش بتنتهي مع ضحايا بورسعيد، الاعلام الوحيد لحد دلوقتي اللي مش ناسي ضحايا بورسعيد. والله لن تنتهي يا سيدي طول، وانا اقسمت يمين على الهواء، قلت طول ما انا موجود اول ما تلاقونيش هنا تعرفوا خلاص، لكن طول ما انا موجود لن اترك هذه القضيه. انت حد محترم يا كابتن. الله يخليك، اتفضل سعد. كابتن احمد دلوقتي صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. مش هنتكلم من الناحيه القانونيه، هنتكلم من الناحيه الانسانيه يا كابتن احمد. نعم. 74 اسره داخل عليهم شهر مفترق شهر رمضان. نعم. كل اب وام كان ابنهم قاعد جنبهم على السفره او على الطبليه. نعم. او في الارض بياكل معاهم. لو سمعت التقرير كان كله بيقول كده يا فندم. للاسف انا لسه داخل من بره حالا. نعم. دلوقتي انا اسف. اتفضل. حد في مصر كده يتخيل شعور اي اب او اي ام؟ قلنا كل ده في التقرير برضو، ارجوك شوف الاعاده، يعني كل المشاعر اللي عندك احنا قلناها في التقرير، ابراهيم فايق جسدها كلها في التقرير الحقيقي. انا دخلت في الحته اللي حضرتك بتتكلم فيها على الجزء اللي طلع من النادي الاهلي. نعم. يا فندم النادي الاهلي يعني متشكرين جدا على الوقفه اللي عملها النادي الاهلي يا فندم. فتح صندوق تبرعات في بنك مصر برقم حساب. نعم. تمام. صندوق يا فندم ما طلعش منه غير 50,000 جنيه لكل اسره. من حوالي شهرين ونص او 3 شهور. ده صحيح طبعا. الدم كان سخن لسه يا فندم، مفيش اسره استفادت بالمبلغ. انا اعرف، انا بقول ناس كتير قوي من اسر الضحايا. في الحاج فتحي من دمياط عمل دار تحفيظ قران على روح ابنه، في غيره عمل سبيل على روح ابنه، الناس ما استفادتش. دلوقتي انا بتكلم مع النادي الاهلي يا فندم، اكتشفت ان اللي فاضل في الصندوق ما يوازي المبلغ اللي اتاخد 50,000. تخيل حضرتك معايا ان 22 لعيب من النادي الاهلي، هم اشكروا يا فندم، بس الاخبار اللي سمعناها في الميديا وفي الاعلام دي كلها غير صحيحه. 22 لعيب من النادي الاهلي اللي الشباب دول كلهم راحوا عشان يدافعوا عنهم وراحوا عشان بيحبوهم، مش مكملين مليون جنيه تبرع يا فندم. لعيبه النادي الاهلي كامله. عايز الرقم بالظبط يا فندم، 973,000 جنيه. من ال 22 لعيب؟ ال 22 لعيب يا فندم. الميديا والاعلام بتضللنا وبتضلل الناس كلها. ال 22 لعيب يا فندم بتبرعات متفاوته. كل لعيب تبرع بس عليه على حسب ما بيقولوا، بس انا عارف انه في البعض يعني عمل مبادرات من عنده يعني بشكل كويس يعني. يا فندم هو يشكر ابو تريكه لما بعض اسر الضحايا او لما اسر الضحايا كلها وعزمهم على الغداء واللي قدر. لا راح زارهم في بيتهم وعمل دور كويس، انا فاكر يعني ده. انا عارف الكلام ده الحقيقه. ده موقف انا متاكد منه يعني. نعم كابتن شوبير، انا في الموضوع من اول واحد. لا معلش، موضوع ابو تريكه بالتحديد وزياراته وتبرعاته انا عارفها بشكل واضح. ابو تريكه ده يعني ده بني ادم ما فيش زيه، انا بحترمه جدا على المستوى الشخصي. بس انا بحب الفت نظر حضرتك. طيب يعني عشان حضرتك عشان نكون واضحين، انه ما زال في الخزينه عند النادي الاهلي ما يوازي 50,000 جنيه لاسره كل شيء. يا فندم انا اسف، انا مش قادر اقول ده من على لسان عضو مجلس اداره. لا معلش، انا اللي بقول حضرتك ما بتقولش انا بقولها يا استاذ علاء. لا انا بقول ده على لسان يا فندم. طيب انا بقول يعني المبلغ اللي موجود اللي ما يوازي ممكن لاسره كل شيء. يعني معلش انا سمعت ستة بتقول لما جم من الجزائر اتصرفوا 6 مليون جنيه. نعم ده صحيح. انا اعتبر يا فندم ده يعني معلش هنعتبر لعيب كوره وراح. مش هنعتبره من انا. طيب يعني انت حضرتك شايف انه النادي لسه عنده فلوس لازم يطلعها، وان اللعيبه كان لازم يكون دعمها وتبرعها افضل من كده بكتير. معلش يا فندم انا اسف، انا بقول لحضرتك انا زرت ناس كتير. الشباب اللي راح دي كان هم 74 اسره، يعني ما لا يقل عن 65 اسره يا فندم تحت خط الفقر. موافقك والله، موافق تحت خط الفقر يا فندم. طب خلينا عشان ناخد خطوه عمليه يا استاذ علاء، اللي انت برضه حضرتك اللي بتقوله انه النادي عنده مبالغ لابد ان يبدا يطلعها دلوقتي لاسر الضحايا، وانه اللعيبه كان لازم يكون تبرعها افضل من كده بكتير، صح؟ طبعا اكيد يا فندم. في حاجه ثانيه عايز تضيفها؟ اكيد يا فندم، ال 22 لعيب مش مكملين منهم. طيب في حاجه ثانيه يا فندم عايز تضيفها؟ ربنا يبارك لك، وانا اتمنى تفضل على موقفك ده يا فندم. والله لن يتغير يا فندم ما تقلقش. ربنا يبارك لك يا مشوير. شكرا استاذ علاء. استاذ احمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء النور، اهلا وسهلا. انا بكلم حضرتك من السعوديه. اهلا وسهلا.